فضل التبكير لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كنت من أصحاب الهمم العالية وكان لك نفس تسعى للجنة الغالية، فلا تبرح مكانك في الجمعة الأغرة لتعرفك الملائكة المطهرة. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد، معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قيل: يا أبا أمامة، ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال: بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. أخرجه الإمام أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. ومنازل المؤمنين في القرب من الله في الجنة على قدر مسارعتهم إلى الجمعة، فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: سارعوا إلى الجمعة، فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في الدنو منه على مقدار مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة، فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه فيما خلا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يسبقه أحد إلى الجمعة.